إذن كما قلت، إذن نتناول إيجاد عبارة دالة عددية انطلاقا من جدول تغيراتها، حيث عندنا هذا المثال قال F دالة عددية معرفة على R ما عدا ناقص واحد. بالعبارة لاحظوا F لX تساوينا AX زائد B زائد C على X زائد واحد، وهنا هذه القيمة تنعدم المقام ما دام عندها ناقص واحد، لهذا قال R ما عدا ناقص واحد، حيث A و B و C ثوابت حقيقية. قال ومعرفة بجدول تغيراتها المبين أدناه، ها هو جدول تغيرات هذه الدالة المطلوب. قال انطلاقا من جدول تغيرات الدالة F أوجد الثوابت A و B و C. إذن لننطلق في الإجابة. لاحظوا أولا أبنائي نكتب عنوان إيجاد الثوابت، ما هي الثوابت A B و C؟ هنا أبنائي حتى نتعلم نقطة نقطة ونفهم الطريقة علينا أن نفهم هذا الجدول ما معناه. أولا لاحظوا إلى مجموعة التعريف تنطلق من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد مفتوح، اتحاد من ناقص واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية. المشتقة لو نلاحظ جيدا كذلك إنها تنعدم عند ماذا؟ عند ناقص اثنان، انظروا ها هي، وتنعدم عند الصفر. إذا من خلال هذه الأمثلة ما نلاحظ؟ نقول أنه F فتحة لمن؟ لناقص اثنان تساوي صفر. يقول أحدكم لماذا؟ لاحظ المشتقة ها هي F فتحة، هنا كم تساوي؟ تساوي صفر عند ماذا؟ عند X يساوي كم؟ ناقص اثنان. وعندنا F فتحة كذلك تساوي لنا صفر عند ماذا؟ عند صفر. فتصبح لنا هنا كذلك F فتحة لصفر تساوي لنا صفر. هذا الأمر الأول. عندنا كذلك لو ندقق عندنا F لإكس. F لx لما الx يأخذ كم؟ ناقص 2، كم تساوي هي؟ تساوي ناقص 2. إذا كذلك فF لناقص 2 تساوي ناقص 2. ثم عندنا لاحظوا F لx هنا كم تساوي؟ صفر. لما x يساوي كم؟ صفر، هي كم تساوي؟ انظروا تساوي 2. فنقول كذلك F لصفر تساوي لنا 2. فتحصلنا على أربع معادلات. اثنان لاحظوا جيدا، اثنان في المشتقة واثنان في عبارة الدالة حتى نفهم جيدا الطريقة. أعيد حتى تفهموا أبنائي. المشتقة تنعدم عند كل حفرة وجبل. هذا الجبل يا أبنائي تنعدم عنده المشتقة X كم يكون؟ ناقص اثنان. فF فتحة لناقص اثنان تساوي صفر، وF فتحة كذلك عند تنعدم، تنعدم عند هذه الحفرة يعني عند X كم يساوي؟ يساوي صفر. لهذا نقول F فتحة لصفر تساوي كم؟ تساوي صفر. وعندنا F لX، F لx هنا كم تساوي قيمتها؟ ناقص 2 لما x كم يساوي؟ ناقص 2. ما تصبح لنا F لناقص 2 تساوي ناقص 2، و F لx هنا كم تساوي؟ تساوي 2 لما x كم يكون؟ يكون 0. لهذا نكتب F لصفر تساوي كم؟ تساوي 2 كما تلاحظون. إلا أن هنا سوف نحتاج إلى عبارة الدالة والمشتقة. عبارة الدالة أبنائي قد أعطيت لنا، ها هي أمامكم، انظروا نقطة نقطة، ها هي عبارة الدالة قد أعطيت لنا. إذا فلنتابع جيدا. إذا فنعوض الآن بالمعطيات التي أعطيت لنا. أولا قلنا أن F لناقص 2 تساوي، انظروا F لناقص 2 تساوي ناقص 2، فنعوض فتصبح لنا F لناقص 2 معناها تصبح لنا هنا عوضوا بناقص 2 وهنا ناقص 2 وضعوها، وهنا بالناقص 2 وضعوها تساوي ناقص 2. فماذا يصبح؟ يصبح لنا ناقص 2 في أصبح لنا ناقص 2 A زائد B، وعندنا هنا ناقص 2 زائد 1 معناه هي ناقص 1. ناقص 1 C على ناقص 1 تعطينا ناقص ماذا؟ ناقص C يساوي ناقص 2. هذه معادلة رقم 1. وعندنا كذلك F لصفر يساوي كم؟ 2. فمع ما معناه؟ معناه أن نذهب إلى الدالة ونعوض بماذا؟ نعوض بصفر، هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، ونضعها كم تساوي؟ تساوي 2. فهذا يذهب كليا، فماذا يبقى لنا؟ لاحظوا ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ب زائد س على 1 معناه ب زائد س يساوي 2. إذا نكتب ب زائد س كم يساوي؟ يساوي 2. هذه المعادلة رقم 2، ركزوا أرجوكم. ثم نأتي الآن مطالبون كذلك بعملية أن ننجز المشتقة. لماذا أبنائي؟ لأن هنا وهنا الأمر متعلق بالمشتقة. فلما نقوم باشتقاق هذه الدالة F فتحة لإكس تساوي،
مشتق أي عدد مضروب في إكس يبقى إلا العدد، معناه هنا يبقى لنا أ زائد البي هذا ثابت لما نشتقه يعطي لنا صفر، فلنتابع جيدا. إذا كما قلت أبنائي نكمل، إذا قلنا مشتق البي هو صفر، الآن نأتي إلى مشتق الكسر اللي هو سي على إكس زائد واحد هكذا مشتقه. تقول قاعدة في مشتق الدالة التناظر مشتق البسطي، مشتق البسط كم؟ مشتق البسطي اللي هو مشتق السي، مشتق أي ثابت هو صفر، مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام، مشتق الواحد هو صفر ومشتق إكس هو واحد في البسط على المقام مربع. فماذا يحدث أبنائي؟ أنه هذا يذهب كليا، فيبقى لنا ماذا؟ فتبقى لنا العبارة هي ناقص، اسمعوا جيدا، أنه يبقى لنا القيمة هي ناقص سي، اسمعوا جيدا، ناقص سي على المقام مربع اللي هو إكس زائد واحد الكل مربع، هذه هي المشتقة. أعيد حتى يفهم الجميع أبنائي، إذا مشتق البي هو صفر، مشتق البسطي صفر في المقام اللي هو إكس زائد واحد، ناقص مشتق المقام، مشتق إكس هو واحد ومشتق الواحد هو صفر، إذا مشتق المقام واحد في البسطي على المقام مربع، فتعطينا ناقص سي على إكس زائد واحد الكل مربع، هذا هو مشتق هذا الكسر. فتصبح لنا عبارة المشتقة كما أشير هنا إنها أ ناقص سي على إكس زائد واحد الكل مربع. الآن ما علينا أبنائي إلا أن نعوض حسب المعطيات التي أعطيت لنا. دققوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا إلى هذه الألغاز من هذا النوع، لأن الكثير منها يعاني كيفية استخراج هذه العبارة. لاحظوا جيدا أبنائي، هنا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن F فتحة لناقص 2 تساوي لنا الصفر، معناه لما نعوض هنا بناقص 2 وهنا بناقص 2 نضعها تساوي لنا الصفر، فماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا هكذا A ناقص، لاحظوا ناقص 2 زائد 1 هو ناقص 1 الكل مربع يصبح لنا 1، معناه تصبح لنا C على ناقص 1، معناه تصبح لنا السي على واحد، السي على واحد والناقص هذا الذي بقي هنا، تصبح لنا ناقص سي يساوي لنا كم؟ يساوي لنا صفر. إذا من هذه استنتجنا أن ماذا؟ استنتجنا أن أ ناقص سي يساوي صفر. معناه هذا ماذا يعطي لنا؟ لو ننقل هذه القيمة إلى الطرف الآخر، فأكيد سوف نستنتج أن ماذا؟ أن أ يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا سي. هذه المعادلة رقم ثلاثة. ثم بعدها أبنائي نأتي الآن، أنه قلنا كذلك أن المشتقة تنعدم عند الصفر، فنعوض هنا بصفر وهنا بصفر نجعلها تساوي صفر. هذا ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه أ ناقص سي على واحد الكل مربع يساوي لنا كم؟ يساوي لنا صفر. معناه نستنتج أن سي أ ناقص سي يساوي لنا صفر. أنقل هذا إلى هنا فنجد كذلك أنه أ يساوي سي مثل المعادلة رقم ثلاثة. هذه هي المعطيات التي توصلنا إليها. الآن أبنائي من خلال هذه المعادلات الثلاثة، لأن هذه وهذه متساوية يمكن التخلي عنها، الآن من هذه وهذه سوف يمكننا إيجاد الـ A والـ B والـ C. كيف ذلك؟ فلنتابع جيدا. نحن قلنا أنه ماذا؟ أنه قلنا A يساوي C، ما علينا إلا أن نعوض الـ A بما يساوي في هذا المكان، فماذا ينتج؟ ركزوا جيدا، أصبح لنا ناقص 2 سي، لأن قلنا، اسمعوا جيدا، لأن قلنا الـ A يساوي سي، فهنا في هذا المكان كما تلاحظون بالنقطة الحمراء أنه يمكن أن نعوض بالسي، زائد ماذا؟ زائد بي ناقص سي يساوي لنا 2، وهذا هو الأمر الأول. فماذا يمكن لو نجمع هذا مع هذا؟ تعطينا ناقص، اسمعوا جيدا، ناقص 3 سي زائد بي يساوي لنا ناقص 2. وعندنا المعادلة رقم 2 ها هي أمامكم، تابعوا أرجوكم حتى تعلموا، ها هي المعادلة. لو نقلب الترتيب حتى تلاحظوا جيدا، ماذا يعني؟ يعني أنه نقول سي زائد بي يساوي 2، لأن قلنا الجمع عملية تبديلية أبنائي. إذا كما قلت أبنائي هنا، بما أن الجمع عملية تبديلية يمكن أن نقول سي زائد بي يساوي 2. ما رأيكم أبنائي لو نضرب هذه المعادلة هذه نضربها في ناقص واحد لنتخلص من البي؟ قلت نضربها كليا هذه المعادلة في ناقص واحد، ماذا يحدث؟ أكيد الكل يقول أنها تصبح هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص، ونقوم بعملية الجمع كما تلاحظون. بين ماذا نجمع هذه المعادلة وهذه؟ تصبح ناقص 3 سي مع ناقص سي تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 4 سي. أما ناقص بي مع زائد بي هذا يذهب إلى الصفر، تساوي ناقص 2 زائد ناقص 2 يعني الجمع، تصبح لنا ناقص
كم؟ ناقص 4. لاحظتم؟ هذا هو الأمر الذي تحصلنا عليه. ومنه ماذا يعطينا؟ منه سي يصبح يساوي ناقص 4 على ناقص 4، وهذا ماذا يعطي لنا يا أبنائي؟ يعطي لنا 1 كما تلاحظون هنا. بعدما وجدنا قيمة السي وقلنا إنها 1، لماذا 1؟ لأن قلنا سي يساوي ناقص 4 على ناقص 4 يساوي 1. نعود الآن أصلا إلى هذه المعادلة رقم 3، قلنا أن أ يساوي سي، مباشرة أن أ كم يصبح يساوي؟ بما أن السي أخذ 1 وهم متساويين، فالأ يصبح كم؟ يساوي 1. ما رأيكم أبنائي كذلك لو نأتي بهذه القيمة ونعوضها في هذه المعادلة رقم 2، فماذا نجد؟ نجد ب زائد سي كم وجدناه؟ وجدناه 1 يساوي 2، أنقل هذا إلى هنا يصبح لنا ب يصبح يساوي 2 ناقص 1 اللي هو 1، فوجدنا الثوابت هي 1 1 1، فماذا ينتج على العبارة؟ العبارة تصبح لنا هنا 1 وهنا 1 وهنا 1، فتصبح لنا العبارة الجديدة لـ f لـ x، معناها تصبح لنا f لـ x تساوي لنا x زائد 1 زائد هكذا 1 على x زائد 1، ويمكننا التحقق من ذلك. كيف يمكننا؟ تعالوا نجرب. هل نجد، اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا يا أبنائي حتى تتعلموا أرجوكم، لأن هذه الأمور جد مهمة، لأن لو يخطئ الطالب في عبارة الدالة أكيد كل شيء فيما بعد سوف يذهب هباء منثورا. إذا قلنا هنا زائد 1، تعالوا نأتي بهذه العبارة التي وجدناها ونتحقق هل الأعمال التي كنا نقوم بها هل هي صحيحة أم لا. فلنتابع، أولا نعوض في الدالة مرة، تعالوا نعوض، نجرب مع واحدة أو اثنين تكفينا. عوضوا الآن بصفر صفر صفر صفر، قلنا نحن اف لصفر كم نجدها؟ 2. تعالوا تصبح لنا 1 زائد 1 كم؟ 2. تعالوا الآن نجرب كذلك بالناقص 2، ها هي ناقص 2، هل نجد ناقص 2؟ ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 تعطي لنا ناقص 1 زائد هنا تعطينا ناقص كم؟ ناقص 1، فتعطينا كم؟ ناقص 1 وناقص 1 تصبح لنا ناقص 2. إذن العبارة التي وجدناها يا أبنائي إنها عبارة صحيحة. ويمكن كذلك أن نأتي الآن إلى هنا إلى المشتقة، يعني المشتقة هنا أكيد سوف تصبح لنا هنا 1 وهنا 1. لو نعوض بالصفر هل نجد صفر؟ عوضوا هنا بصفر وهنا بصفر وتصبح لنا ناقص 1 زائد 1 تعطينا كم؟ صفر. لهذا القيمة، القيم التي وجدناها إنها قيم صحيحة فقط يا أبنائي.